وأشكر الشعب الجزائري والرئيس الجزائري الذي الآن وفي هذه اللحظات ترفع من قطاع غزة أصوات النساء تهتف للجزائري وإلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن يهبوا لنصرة إخوانهم في قطاع غزة. وليس لنا إلا أن أقول ما تقوله أم الشهيد وأبو الشهيد وأخو الشهيد وابن الشهيد، أننا جميعا جنازات مؤقتة، وأننا شهداء إلى الجنة، وأن مهر الجنة غالي، وأننا ثمن رخيص في سبيل الحرية وفي سبيل فلسطين وفي سبيل تحرير الأرض وفي سبيل تحرير القدس والمصر، والمصر الذي هو بمثابة قدسية لكل المسلمين ولكل العرب. أهيب بهم جميعا أن يتحركوا من هذه اللحظة وأن يهبوا لنصرة إخوانهم في قطاع غزة. وأشكر لكم جميعا حضوركم هذا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.